لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي الركوع مات الحكيم بصدورنا والكون ضال ولا بقى في عيوننا غير الدموع الفك ديوجع والموادع ما يطال والصبر راس المال في عين القانون لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي الركوع عشنا وشفنا كل نوع من العناد والله ما في أقسى بعد النوع نوع بداية الضيقة وتاليها اختناق فيه العباير في نزول وفي طلوع لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي الركوع حنا نعرف ان الزمن مثل السباق مصيرنا نرضخ لحكم الوقت طوح يا صاحبي حتى لو يضيق الخناق اطلق حجاجك وابتسم باسمة قنوع وابشر بنا حتى ولو صار الفراق اخوانك ومكانتك وسط الضلوع لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي الركوع لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي الركوع مات الحكيم بصدورنا والكون ضال ولا بقى في عيوننا غير الدموع الفك ديوجع والموادع ما يطال والصبر راس المال في عين القانون لا والله إلا دقت أجراس الفراق اللي يهد الحل ويدك الضلوع يا صاحبي مما يعرف الاشتياق ودعتك الله في السجود وفي